اليوم يا جماعة الخير راح نجرب أول شاشة بمقاس كبير فيها ميزات تخدم حقين الألعاب، تخدمني وتخدمك. الشاشة من نوع OLED، النوع هذا معروف عنه بأنه يتميز بالألوان الدقيقة أو القريبة والسواد الغامق. نتكلم عن 4K 120 فريم في المنافذ حقتها، موجود خلاص على طول تشبك شغل 120 فريم جاهز كل شيء، بس بلاي ستيشن 5 والتلفزيون وسهرتك بتكون حلوة. والشاشة فيها مزايا رهيبة، فيها معالج اسمه كوجنيتيف بروسيسور XR. فكرة المعالج هذا يعمل كعقل الإنسان، يعني يتعدل AI أو الذكاء الاصطناعي العادي. شاشة نتكلم عن 55 بوصة يا جماعة الخير، نفس الشاشات اللي عندك في البيت. الشاشة طبعا أيضا تدعم المود اللي هو الكلاريتي مود، والمود هذا ممتاز في حال أنك أنت حبيت تلعب لعبة سريعة أو تشاهد مثلا مباراة، فالحركة السريعة هذه ما راح تلاحظ أنها فيها كذا تغبيش. قبل ما أبدأ ألعب بالتحدي بقول لكم حاجة جدا رهيبة، التلفزيون هذا اللي قلت لكم عنه مواصفات الرهيبة هذا راح يكون ملك واحد لكم. نروح الحين للتحدي، والتحدي هذا راح يكون ايش اسمه يا عمران؟ تحدي المرتزقة في لعبة Resident Evil. والله يا مرة من زمان على اللعبة. خلاص موت يا أخي، ابني ابني حبيبي قلبي قلبي. خلاص حبيبي يعني شادها شادها تراك، هديها. يا سلام. والله ما وصلنا ولا حبيبي امسح معك. ايه انت شو معيش في راس فضحتنا، راس فضحتنا والله. مثلا هذا ما طلع لي ذا، عاد عليك مثلا هذا ما مات. اي 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 والله من زمان على جو يلا خلاص باقي واحد. والله والله هذا سوت له سوفليكس على كيف كيف. تعال تعال بننزل مره ثانيه تحت هي شمشم او بطي او يا ليل. لا لا الكومبو اوه كان بيروح. ما حسبت حسابي انا انه يكون هذا. طيب53,975 أتوقع مرة حاجة حلوة جدا. يا أتوقع يا نيو ركر اس كفو. يلا جيب اس، ترى فيه تريبل اس وجبت التريبل اس. وأول مرة جبت بي لس جو. ولأول مرة وأخيرا